لانه انا هم بيتنكدوا حكه انه انتوا بتشتغلوا بفصل واحد وانتوا باثنين. لا ما هو احنا ما اتولدناش امهات، انا بقيت ام، انا كنت بروديوسر برجع الساعه 5 الفجر لما بقيت ام واستخرجت، انا ما اتولدتش ام بس اتعلمت اكون. فده تواي انه مهم جدا. هي دي بس ده الصدق يعني. شفتي انت عبرتي عبرتي عن حاجه انا عارفه ان ستات كتير قوي هتتكسف تقولها، خاصة بقى موضوع الأمومة ده محدش يقرب بقى، ده في قدسية في الموضوع. يعني الأم لازم تبقى مضحية، بس هي الأم مضحية بالتبعية يعني بالفطرة بس هي الأم يعني مضحية. لكن عندنا حتة إن الأم لازم كده تتفق عشان تنور الشمع للأطفال، ما هو ممكن نعمل الاثنين. سيبوني أنا بقول لكم يعني هعرف أعملها، يعني ما تقوليش مش طالبه منكم ان انتوا تؤمنوا، بس ده فعلا يعني اعتقد انه لما تشوفوا بقى العلا احنا في حاجات كده كتير من الكتابه كنا يعني عايزين نحطها نغلفها بجحد بس نتكلم فيها، لانه فعلا كمان السن اللي تبقى فيه الست ام وزوجة وبتربي وجوه وبره البيت وبتشتغل، ده اعتقد انه اصعب سن، يعني اكتر سن مهلك نفسيا وعصبيا، بس مسكوت عنه تماما.